مجالاتهم تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه الدكتور احمد الاسدي وباشراف ومتابعه رئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه الدكتور احمد خلف، انطلقت الحمله الكبرى لاستهداف المتقدمين الكترونيا لشمول عام 2023 بقانون الحمايه الاجتماعيه وللمناطق الاشد فقرا. فضمن بيانات وزاره التخطيط ان ناحيه القادسيه هي المناطق الاشد فقرا في محافظه النجف الاشرف، وعلى ضوء ذلك تم استهدافها خلال من يوم امس يعني يوم 15/1 بدات الحمله، واليوم اليوم الثاني على التوالي نزور هذه الناحيه لاستهداف كل المتقدمين. اعدادهم بحدود 2400 متقدم من الرجال، واليوم شاركتنا الدكتوره سناء الموسوي مستشاره دوله رئيس الوزراء بهذه الحمله ومتابعه عمل باحثي قسم النجف الاشرف. كل الاعداد اللي وصلت لنا الان من مركز تكنولوجيا المعلومات في محافظه النجف هو 79563 متقدم الكترونيا. الاعداد مختلفه بين كل قضاء وناحيه، الاشد فقرا هو قلنا احنا من ناحيه القادسيه بها 2400، بقيه الاقضيه والنواحي حتكون تباعا خلال الاسبوع القادم. ايضا هناك مناطق في الاقضيه والنواحي الاخرى تكون فيها عشوائيات ومناطق متعبة جدا، سيتم استهدافها أيضا بالإضافة إلى بقية المناطق. زين هي عندك شنو اللي عندكم راتب رعايه شيء؟ هي هاي يعني اعطونا بس هي هاي ما اه أيوة. اي هي هاي بعد ما لا هاي بعد انت خيتها رحت الحرم زين كنت بس اخوها عند الفايل ماخذ فايل ورايح ماخذ بالنجف انا قلت شو يسوي عنده بدل ضايع جنسيه ما اعرف شيء بس قلت له انا ابوكم عنده راتب يمه تو ما ترعاية يحتاج شنو تطلعوا لها؟ ما يكفي ثلاث اسر عندك اي اي بلي جايين تكملوا لها ثلاث ارامل زين هذه منطقه قريبه على هذه اسمها جزره العبوده جزره العبوده معروفين هم وين اهل الكلى يجون اي يعرفوهم بس يقولون اهل الكلى لان عندهم نفرين تقريبا اي والله اي
اي انا راح ادز لك رساله اللي لحقت. اي ذيك اللي عندها تخلف عقلي بالغزالي. اي 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 بلي يلا خوش رحم الله والديك الله يسلمك. شكرا شكرا. اي والله اجيكم. وين انتوا اجيكم؟ هسه ارجع لكم. هسه ارجع هسه اجي يلا. اي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وال محمد. بالبدايه هنا راح بالدكتوره سناء اشد الترحيب وبنشكر جهودها المفوله علينا وبنشكرهم وصارفهم يومين. الباحثين بناحيه القادسيه ما قصروا ويانا، يطلعون من الساعه 8 الصبح للفتيان الفحر، وبنشكر جهودهم وتعبهم ويانا، وبالاخص نشكرك على جهودك ويانا وجميع اعفاء الباحثين اللي بناحيه القادسيه. يعني جهد وخاصه السيد وجميع الاعفاء بشكل عام، يعني جهد اكثر من طاقتهم، وقاعد يتعبون وهاي على حسابنا ويساعدون الفقره. يعني وجهودهم من 8 الصبح للفتين هم يفترون وابد ما قعدوا هنا. والجميع وحتى هاي الباحثين طلعوا علينا، يعني يطلعون يعني يفترون، وحتى قاعد يخسرون من عندهم، يعني كروا للسياره من عندهم يفترون. يفترون ونشكر جهودكم الكثيره ويانا وان شاء الله توفيق. رحم الله والديك دكتوره سلمي لنا ريتش طيبه. منطقة شنو اسمها المنطقة؟ أم تولة ناحية. لقينا أرملة ما مسجلة وقت التسجيل، زوجها هو توفى. فشنو نملي لها احنا استمارة، نعطيكم رقمها. خوش يلا يلا رحم الله والديك. شكرا شكرا. راح أدز لك برسالة الرقم يلا إن شاء الله. الله يسلمكم. شكرا تمام. انطيني الرقم منو هذا حتى والله صوبه نفسيه مع صوبه كهربائيه حقيقة كانت جولة جيدة وحقيقة اهتمام كبير من الدكتورة سناء الموسى ووزارتنا بعمليات البحث الميداني. الحمد لله والشكر، وقدرنا اليوم نحقق إنجاز وختمنا المنطقة منطقة القادسية 312. اليوم أنجزنا كل المستفيدات. ثاني يوم من الحملة، اليوم يعني نهاية العمل، اكتملت عندنا كل المنطقة إن شاء الله. وغدا راح نتوجه إلى ناحية الحيرة اللي هي المنطقة الثانية اللي حددوها وزارة العمل أنه هي من دون خط الفقر من ضمن 4 مناطق بالنجف، وإن شاء الله مستمر العمل وإن شاء الله يدل للفقر.
المسح الميداني يعني بالنسبه لمناطق الريف مو يعني مو كقياس يعني ثابت، لانه عندنا مناطق بعيده، عندنا الباحثين اللي شركناهم بالحمله هم اغلبهم من مناطق مركز النجف ومن مناطق اخرى، فما يدلون ما عندهم الخبره بالمنطقه ويدلون بها. بس احنا تواصلنا ويا المختارين، زائدا عندنا رقم الموبايل للمستفيده اتصلنا بها وعدناها مكان موجود، وهيئنا سيارات ستار اكس ثلاث سيارات بدأوا ينقلون الباحثين زائدا مجموعات النساء بالسيارة نفسها، فتروح تبحثها وترجع لنفس الموقع. يعني هسا احنا نقول انه الحمد لله احنا كقسم الحماية الاجتماعية بالمرأة للنجف عندنا من الإمكانيات الجيدة، واعتمدنا حقيقة على يعني مواردنا وعلى هيئتنا، قدروا يزودونا بأمور دعم لوجستي الأثاث، احنا كل ان شاء الله الأمور جاهزة بي. القسم بنايته هم جاهزة يعني تستقبل الأعداد الكبيرة، تستقبل النساء، وما عندنا فد مشكلة بهذا الموضوع. يعني المستفيدات اللي ثابتات عندنا يستلمن 25,300 كآخر دفعة، آخر دفعة الشهر الواحد الشهر 12 اللي مضى. أما الشمول الجديد هسه اللي ظهرت أسماءهم بالقاعدة ظهرت عندنا 13,200 أسرة. يعني هو بشكل عام الوقت ما يعني ما نقدر نحدده تماما، لان انا عندي مناطق لربما هي يعني نائيه بعيده، عندنا مناطق هواي بالريف، بنفس الوقت عندنا المركز ممكن بالمركز يصير عندنا تحقيق انجاز سريع، لانه اكو قرب الدار على الدار، زائدا الطرق المبلطه، زائدا اهل الباحثين عندهم خبره اكثر احياء النجف، فممكن بسهوله نحقق بها انجاز. اما هنا فالانجاز متلكئ بسبب هي هاي المسافات البعيده والطرق النيسميه والزراعيه. اليوم زيارة الدكتورة سناء الموسى وهي مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية لمتابعة الشمول الجديد اللي متقدمين في ناحية القادسية باعتبارها أشد فقرا، ومتابعة عمل الباحثين وعملية الشمول الجديد لهذه لأبناء هذه الناحية، واللي بالغ عددهم 2400 من الرجال و312 نساء، وكذلك الحالات الضرورية لتصادف الباحثين يتم تسجيلها. فالدكتورة سناء تأكد على هذه الطبقة الفقيرة، وخاصة في ناحية القادسية باعتبارها أشد فقرا حسب إحصائيات وزارة التخطيط. كم عائلة هنا؟
خلنا نسأل الولد. قاسم اشتغل عم هذا. أي. شنو؟ هي مسجلة؟ أي. يقول ما تنباحث طلع باحث قال ما تنشي هي مسجلة. طبعاً إذا متزوجة ما يصير هي تسجل. ما سجلت الزوجة. ما سجلت. تزوجت هي. ما طلع عشان. إيش قد مواليدها هي ليش؟ مواليدها 2001. شلون سجلت هي ما لها ما تستحق تتحول زوجها زوجها من الخارج يصير من المراه ليش هو ما مسجل والله ما اعرف كان ما متزوج يعني ما متزوج وين يا منطقه منطقه سوق شعلان سوق شعلان ذاك السوق بس موفا ناظم عبد الكريم ايش قد مواليده هو مواليده 99 الويه تعبانين كلهم اي والله وضعهم تعبان الله يسلمك بس هي مشكله لا هي اساسا ما يصير تقدم شنو مقدمه مواليد حتى اذا ما كانت احنا بس عمرها 35 سنه نعطيها بالقانون مثلا مريضه لو قدمت هيك لا هيك هاي من اللي حذفناهم هذول كلهم حذفناهم ما لقيناهم بالهذا شلون صفيناها من مليونين هذول كلهم انحذفوا هذول مستبعدين اي مستبعدين امام الزوجه اي مالها الا يتيمه لو يتيمه لو عمرها 35 لو معاقه واحد مخابرهم لا بالبيت السابق واحمد خابرهم وكتب عليهم انه هو غير مشمولين يعني ما يستلمون لانه هيك موضوع ما يصير وما جلس معي هاي بالتكفى ما يصير ما يصير هذا باحث بس اصعد فوق شوف اسمه سعد البرداء اي دزيلي على الواتساب حتى اشوف اتابعها دزيلي اي والله يا ريت يوم موع مخي ان شاء الله ان شاء الله هسه طلع اسمه جباري وماني شو وين طلع خابره اي غير انت مقدم الكتروني ايه خابرينك هذا هو يطلع لك الباحث طلع لك الباحث لو باحث لا بعد وين باحث الباحث هاي هو طلع عليك لا ما طلعوا لك يا منطقه انت الباحث شوفوا احنا كل الاسماء قسمناها على عدد الباحثين فكل باحث عنده مجموعه اسماء هو يجيك مخابرك راح يجي يجيك يعني نروح لها ايتهم لا مو منا لا انتظروا حتى الدليل مكانش مدري ايه شنو ما نجيب؟ انتوا كلكم تشتغلون خب مو عايشين على هاي ال 300 ما تشتغل ما شلون؟ عايش على ذن ال 200 انا هسه والله العظيم ما والله في ناس كل شيء انا عايش على ذن الله شاهد لابد تبيع في مكان والله كل شيء ماكو هاي راح يصير قانون ضمان تفتيش لجان مو حسبالك ماكو راح تطلع لجان من وزاره العمل على كل الشباب اللي موجودين بالقاعده اي مطعم اي سايق تاكسي كلهم يسجلون اسمائهم هذول يصيرون ضمان اجتماعي راتب الى 500 بس هذول اللي باحثين مش يوم على البحث ليش يبحثون ردود ويسوون ازدحام هم عده وصل مال البحث باحث مش يوم سهل امرهم مو تدري شنو يكون يدخلوا بالحاسبه اي الفايل عندهم الفايل عندهم وطالع له باحث ما عندهم ناس اللي يدخل بالحاسبه اعداد ما عندهم فتروح عليه ما علويه علويه مره خصص عدي ثلاث ولد من المدرسه جبت كتب تأييد ثلاث اشهر قطعوا راتبه ترى ماكو مشكله ثلاث اشهر صار قاطعوا راتبه مره ما ادري والله كل شيء ما عدي بس رحمه الله شلون قاطع يعني باحث هو معاملته
الرقم مالته خط مالته بس طلعوا سلوا عليه وردوا وعدونا على اليوم نجي شو ماكو هسه ما هو موجود. مقدم اي مقدم طار الاستماره مقدم اي مخابري لو لا ما مخابري ما مخابري خط ما عنده طلعونا للبيت بس سلوا عليه شو وقت طلعوا شو وقت البارحه بس ما طبوا ما استولى يعني سلوا عليه وردوا هاي باحث هسه السباحه يا منطقه انت طوف الغزالات يلا ان شاء الله اي والله بلكم رقم تليفون ما عاد شلون شلون يخابروك يجوا رقم انفال رقم هذا موجود متزوج فياخذوه يا ايوه سيد محتاج يعني ما مقدم انت الكتروني لا مقدم 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 يعني بس تو بس بعد ما اتصلوا علي ما خط ما عنده باخ ما عنده بها باقه تليفون تليفون ما مثبت هو معروف على يا منطقه منو طوب الغزالات الله يستر عليك استر الله يوفقك ان شاء الله انا حابه اشوفك من قبل تجي لي هناك اي والله المحافظه اي والله اعرف ايش عندك رقم هذا ابنك مو رقم لا باقتها مسجل 0780 هنا كمل شغلك بخيته شفات عمار عندنا واحد درجه امه بخيته ومكتوب أسرة معدومة الدخل وما متزوج هذا فرد وكاتب عاجز يعني حتى لو كاتب عاجز لازم نطلب التقرير يعني اما حاجه اللي جاء طبيه ما حيطلع لسه عاجز صح ما حيطلع غلط في الفعل والله يا دكتوره هوايه ترى احنا مقدمين يعني هسه هوايه فوق الربع هسه قاعد يراجعون نفس الحاله ليش ما متزوج عمرك مواليد 90 تزوج حتى نطيق هذا الحل الاسلم والله الحل الاسلم بالنسبه للاناث بها تحديد العمر اذا ما متزوج راح يصير القاعده تصعد عندنا كل شيء عدد مثلا المناطق الريفيه وهم هي مختارينها شد فقر هي اول ما بدوا فيها خطوه تعليمات هذا 35 الغزالي ما ساحبين بيها الغزالي لا الغزالي بعد ما ساحبين بيها بعد بس شو هم ساحبين بيها احنا كدارك ساحبين هاي المناطق الغزالي باكر يعني باكر لا اني والله بعد هي هاي
بغداد احنا ما نعرف اي الا موازنه ماكو بس حاليا يعني. اي انا سجلت اسمك نشوف احكي ويا السيد رئيس الوزراء بس اخذت الاحصائيه اني استاذ رائد الطانيه مات الباحثين بالمناطق البعيده مثلا بالقادسيه عندنا اربعه خلي نضيف لنا فد اثنين حتى يصيرون مثلا خمسه نضيف يصيرون عشره مناطق بعيده خاصه القادسيه بس اني وست فاطمه من ناحيه القادسيه أي. شخصيا الباقيين الناس يجون من مشقاب ومن غيره يعني بس عمان بس هسه انت هاي فرصه هاي القادسيه شفتيها سجل الحمايه يعني سعاده سجلناه انا سجلت انا قلت انت غير مسجلنا في ذا؟ اي مسجل يا مولي انا 96 متزوج؟ لا والله ما مزوج ما مزوج فلوس ماكو شنو ازوج مقضيها الله شاهد اسمه ظهرات يشهد علي ابن ابي طالب عليه هو كيف والله العظيم ظهرات اي والله عندي الفقره الاخيره مو بصالحه لا يعني انا تعبان يعني انا قلت لك انا نطلع غير منظمي يعني انا قاعد غادي يعني حتى السياره ما توصلني بالعكس شوف احنا كيف يطلعون تظاهرات انا دائما اقولها اقولهم هاي الرجل اذا انشلت بعد هيك ما تفيد بس اذا تتالم وتصيح تعال عالجوني من يطلع احنا بزمن ذاك اللعين احنا كتلنا وعدمنا ودفننا وما نقدر نحكي من يحكون وفق يعني الشيء الحقيقي مطالبات بحقوقهم ويعرفون كون يميزون الوضع مثلا شنو الموجود بس هم باحثين احنا محتاجين باحثين موازنه ما تتحمل شايف الاعداد اللي اجت تعيين ما تقدر بعد الحكومات يعني شوف احنا ايش قد عندنا محاضرين ايش قد عندنا هسه ثبتوا بموازنه 23 ما صاير على تاريخ العراق كله مليون موظف بشهر واحد شهر واحد فان شاء الله نتامل يصير شكرا اقدم الرعايه رجعت حويت ما نعرف مو بس هذا شلون كيف تستحقين كيف 5 ملايين كيف فحص طبي تمام قدمت الرعايه مو دام دوام ارجع لا شو ما في حد لا الباحث ما طالع شنو؟ اذا مقدم ورقي من النواب الساده النواب بعدين تجينا عد من مقدم بس عن طريق الطريق نائب نائب ترى هو ما في لا عيني شنو اسمك عباس عبود نواف يعني استماره الكترونيه ما عندك لا يعني هذا تقديم جديد شقد مواليدك؟ 99 وين يا منطقة؟ جوبي شو طلعوا له هسه وياكم منو راح يطلع على هاي المنطقة؟ التوبي ماكو هيجي مهجورة ماكو ما يصير إلا ترحين للقاضي وشهود اثنين يلا يعني قرار قاضي قرار قاضي شو اسمه هذا كان زوجها مقدم بس انسجن هي أسرة تنزيل ما حتى تصير هي إلها قرار الحكم جايبين هذا الحجي هذا قرار الحكم وينه قرار الحكم الملازم السادة احنا عندنا بالتعليمات أسرة النزيل لازم اكو قرار حكم ومكتسب الدرجة القطعية احنا هذا حتى ينشمل لازم اكو قرار حكم زين شفت حور دبس مزوجته هو محبوس عنده قرار حكم شلون بس جيبه هاي الثانيه روحي تاكد اسمك صعد بالحاسبه لولا فوق بالاي بالرعاه باللجنه شوف اسمك صاعد لولا اذا ما صعد خي صعد شكرا بس هاي معامله ثانيه بعد راح يصير لك قيدي انت الرفض بل هاي ما اليوم الثاني لانطلاق الحملة الوطنية للبحث الميداني اللي تقيمه وزارة العمل واللي أكد عليه السيد رئيس الوزراء هذه الحملة شملت في البداية المناطق الأشد فقرا
احنا اليوم في محافظة النجف ناحية القادسية. هذه النواحي تعتبر مناطق بعيدة عن مركز المدينة، بالإضافة إلى القرى اللي متواجدة في هذه الناحية أيضا قرى بعيدة، وهناك صعوبات كثيرة عندما تنقلنا مع الأخوة الباحثين، صعوبة التنقل، وسائط نقل تحتاج كثير من الأمور يحتاج إلى توفرها حتى تكون هناك سهولة للباحثين. عدد الباحثين في المناطق البعيدة عن مركز المدينة أعداد قليلة، وهناك وجدنا كثير من الشباب الخريجين اختصاص بحث اجتماعي عاطلين عن العمل، يحتاج حل هذه المفردة. اليوم محافظة النجف فيها ضمن قاعدة البيانات 79,000، في هذه الناحية 2400 رجال و300 امرأة، قسموا الأسماء على عدد الباحثين. إن شاء الله تكمل المسح الميداني لكافة هذه العوائل الموجودة حتى تدخل في قاعدة البيانات، ومن ثم حسب الفئات المشمولة ضمن قانون الحماية الاجتماعية. وزارة العمل والسيد رئيس الوزراء يؤكد على تقديم أفضل الخدمات لهذه العوائل، ليس فقط إعانة اجتماعية مبالغ، وإنما هناك زيادة بالحصة التموينية، هناك مقترح قيد الدراسة شمول طلبة هذه العوائل برواتب حتى تكون هناك إعانة مشروطة بإكمال الطلبة دراستهم من الابتدائية إلى الجامعة. كذلك هناك ضمان صحي، وزارة الصحة راح تعمل ضمان صحي لهذه العوائل الفقيرة واللي داخلة ضمن قاعدة البيانات. بالإضافة إلى هذا هناك قروض للشباب العاطلين عن العمل، 40,000 قرض، وإن شاء الله يشمل الشباب العاطلين اللي لديهم مشاريع حقيقية أن يقيموها، وبالتالي هذه كلها الأمور حتى نقلل نسبة البطالة في العراق. يحتاج جهود مكثفة من وزارة الزراعة وزارة الصناعة من أجل تشغيل المعامل واستحصال يعني الموافقات لزراعة الأراضي، تشجيع الفلاح، إعطاء مبادرات زراعية حقيقية واقعية من أجل القضاء على البطالة ودعم الاقتصاد. لدينا في العراق موارد بشرية وموارد طبيعية لابد استغلالها من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل. اليوم تتأذى لما تجد شاب في سن العمل يأخذ إعانة اجتماعية، لكنه الظرف اللي نمر به، ظرف الاقتصادي، يتطلب أنه هذا الشاب أن نعطيه إعانة اجتماعية. أمنا بالحكومة اللي يعني هي حكومة الخدمات أن تراعي كل هذه الأمور، ليس فقط تعيين، إحنا اليوم محتاجين إلى مبادرات دعم القطاع الخاص. على البرلمان أن يشرع قانون أن يشرع القانون الخاص بالعاملين وإعطائهم فرص عمل، إعطائهم رواتب تقاعدية، قانون الضمان الاجتماعي قانون مهم، وإكمال هذا القانون راح يقلل كثير من قاعدة البيانات اللي تحمل عاطلين عن العمل. بالتالي اليوم المواطن 15 سنة يحصل على راتب تقاعدي، وهذا أكبر دعم للقطاع الخاص. فنحتاج تضافر الجهود كلها من أجل تخفيف الفقر في العراق. هاي كم عائلة هنا ساكنة؟ والله احنا ثلاثة. كم واحد مسجل حماية؟ ماكو ولا واحد. لا هسه هاي طالعين بس هذا اللي بس بعد واحد ما طالع. يلا بعد كملتي لو بعدت. عندنا شنو؟ عندنا طفلة. اي معاقة. معاقة هاي طلعت. مخطيئة مسجلة. ضمور. اي معين من يصير هي هاي العائله اللي قاعد تسوي لها رعايه؟ اي
فلازم مسجلين امهم. لا لا حتى انا هاي اخذت تطلع وتبقى تطلع وتنحذف هي تتاشر اوتوماتيكيا من الوزاره. تتاشر تتاشر هاي خال خطيه. اي خطيه تبي بيتها؟ اي بعد احسن. انت ما عندك راتب؟ اي راتب ما عندك؟ اي سجلها سجل لها ببيتها المعين تمام؟ انتم بعد قاعدين نفس البيت. اي حتى تبطيها تساعديها. استريحوا سوف.